المزيد من المتابعة مع مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل الزميل عمرو المنيري. عمرو أهلا بك. شارل ميشيل تحدث كثيرا وجوزيب بريل أيضا تحدث كثيرا تقريبا في وجهة نظر واحدة، لكن ما هي توقعات الاتحاد الأوروبي من تلقي تل أبيب هذه الرسائل؟ نعم، ربما أحمد يعني هذه المرة بعض الشدة في اللهجة بالنسبة لإسرائيل. صحيح ربما يكون الكلام مكرر وتصريحات لم تسبق عن مثيلتها السابقة، لكن على الأقل هذه اللهجة ربما أشد، وخصوصا أنه جاء بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوصية لمجلس الأمن وإعادة نظر بأن تكون فلسطين لديها عضوية كاملة في الأمم المتحدة. ومن ثم هذا يؤكد وما قاله شارل ميشيل أنه حل الدولتين هو ما يريده الاتحاد الأوروبي، وسلام عادل وشامل. هذه التعبيرات ربما لا تكون جديدة، لكن تأكيدها هذه المرة مع هذه الشدة على الأقل هو يؤكد أنه الاتحاد الأوروبي أيضا هو مع ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أنه ليس هناك نوع من التهديد في هذا، لكن على الأقل هو ذكر القانون الدولي للإنسانية وعدم اختراق إسرائيل أو تحذير إسرائيل من هذا الاختراق. على الأقل هذه اللهجة ربما لم نسمعها من فترة، ونتمنى أن يكون الاتحاد الأوروبي أشد لهجة، لكن هذا لا نتوقعه في الفترة المقبلة، وخصوصا أن هناك انتخابات في أقل من شهر من الآن. طيب. أحمد، جوزيب بريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال إنه في يوم 21 من مايو الحالي ستعلن دول كسلوفينيا وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وفي هذا ربما تماهيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قالت بالإجماع أنها توافق على إعلان هذه الدولة، والتي ربما ستقابل بفيتو أمريكي في مجلس الأمن. فبالتالي هذه التحركات الأوروبية الآن عمر، سواء من الدول منفردة أو من تكتل الاتحاد الأوروبي، تأتي لرفع العتب فقط عن ما يحدث، لأنها تعلم في النهاية أن الأمور سارية داخل قطاع غزة كما تريد إسرائيل وفي مجلس الأمن كما تريد الولايات المتحدة. نعم أحمد، بالتأكيد ما تقوله هذا هو ما يحدث بالفعل، لكن على الأقل هناك تحركات شعبية ربما هي زادت من هذا الضغط ومن هذه التحركات الدولية، خصوصا أسبانيا أيضا بلجيكا، لكن بلجيكا الآن ربما لا تريد أن تأخذ هذه الخطوة لأنها رئيسة الدولة الحالية للاتحاد الأوروبي. ولكن ما تقوله هو ليس فقط رفع العتب، لكن بالفعل هناك دول لا تؤيد ما تفعله إسرائيل، وهناك دول لا تريد ما تقوم به إسرائيل، ولكن الأغلبية العظمى والدول المسيطرة على الاتحاد الأوروبي داخل الدول القوية، نحن نتحدث عن على الأقل ثلاثة دول، هي كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ونضيف إليهم أحيانا أيرلندا، لكن هذه هي الدول التي تهتم بميزانية الاتحاد الأوروبي في النهاية. ومن ثم القرارات وهذه الإجراءات إن لم تأتي من هذه الدول الثلاثة، حتى لو كانت لهجة فرنسا شديدة بعض الشيء، لكن على الأقل على أرض الواقع ليس هناك ما يجبر إسرائيل على الاستجابة للمطالب الأوروبية أو الدول التي تعلق على ذلك. لكن على الأقل أحمد، هذه رفع العتب، ربما هناك بعض الحراك الدولي لوقف المجزرة اليومية التي تحدث في غزة وعملية الإبادة. صحيح أن هنا في أوروبا لا يقول هذه التصريحات كاتحاد أوروبي، لأنه لا يستطيع أن يخصص أو يشخص المسألة في التصريحات، لكن على الأقل هناك بعض الدول الخطوة إن قامت بها هذه الدول في 21 من مايو معناها أن يكون هناك نوع من الثقل الدولي والإقليمي. على الأقل هناك أصوات في أوروبا يجب أن يسمع إليها بعض الدول، وهذا ستكون خطوة إيجابية. وحين يقول جوزيب بريل هذا معناه أن هناك تشجيع من بعض الدول الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي. لكن السؤال هنا أحمد في النهاية، كم عدد من الدول التي تستطيع أن تؤثر على المجتمع الدولي ليتم الاعتراف
بدولة فلسطين، ونحن نتذكر أن الاعتراف بدولة إسرائيل كان حدث من قبل الاتحاد السوفيتي كأول دولة بعد 55 دقيقة تلاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو التاريخ. وهذه الدول هي التي اعترفت بإسرائيل، ومن ثم من عام 48 إلى الآن فلسطين لم يعترف بها، وحتى إن تم الاعتراف من سيعترف بهذه الدول ليؤثر على المجتمع الدولي لتكون هي فعلا دولة ذات سيادة في النهاية، وهذا هو المطلوب على الأقل حتى لو كان شبر في غزة. إذا كانت لجنة الاتحاد الأوروبي كما تفضلت عمرو هي الأعلى أو ربما الأعنف ضد إسرائيل الآن من شارل ميشيل أو من جوزيف بوريل، وربما أيضا من المستشار الألماني الذي قال إن التحرك الإسرائيلي في رفح الفلسطينية هو أمر غير مسؤول، وفي هذه ربما الجملة الأكثر شدة التي استخدمها المستشار الألماني منذ بدء هذا العدوان. وأيضا برلين التي تشهد مظاهرات لأول مرة أو من المرات النادرة ربما ضد تل أبيب، بالإضافة إلى عواصم أخرى أيضا شهدت مظاهرات. هل يمكن أن نرى في المستقبل أو هل يكون هذا واردا أن نرى ربما فعلا أوروبيا مختلفا أو أكثر حدة ضد إسرائيل بدلا من التصريحات المنفردة أو حتى التصريحات المتشددة؟ يعني مثلا مسألة نزع منع السلاح عن إسرائيل، هل هي من الوارد أن تناقش في أروقة الاتحاد الأوروبي؟ بالطبع أحمد، خصوصا ألمانيا، هذه الخطوة الكبيرة في ألمانيا أنها قالت أنها لن ترسل بعض الأسلحة، وستكون هناك جدال داخل الاتحاد الأوروبي. ليس معنى أن هناك تأييد دائم لإسرائيل أن يكون هناك عدم الاستجابة للضغوطات الشعبية. الجامعات بدأت تتحرك كثيرا، ليس فقط في ألمانيا كما ذكرت وفرنسا، وهنا في بروكسل 4 جامعات كبرى كان هناك اعتصامات فيها، وبالفعل استجابت هذه الجامعات لمطالب هؤلاء الطلاب، ومن ثم وقف التعامل مع الجامعات الإسرائيلية أو الاستثمار في بعض الجامعات. ومن ثم هذا يعطينا أنه أن الأمور اختلفت كثيرا عن ما كانت عليه في السابق بعد أحداث غزة وبعد 7 أكتوبر، وهذا التعاطف الدولي من الفئات الشباب الصغيرة السن. نحن نتحدث ليس فقط في دولنا ومنطقة الشرق الأوسط، بل هنا في قلب أوروبا بشكل كبير هناك نوع من التوعية. لا ننسى أن السوشيال ميديا كان لها أثر كبير في كشف ما يحدث بالفعل لأهلنا في فلسطين وفي غزة، ومن ثم هذه المجازر التي يتم مشاهدتها أوجدت نوع من رأي عام مختلف، وخصوصا من فئة الشباب. ومن ثم نرى أن هذه الضغوطات بالتأكيد ستؤثر. هناك بعض الدول، نحن نتحدث هنا عن إسبانيا لديها صوت عالي داخل الاتحاد الأوروبي، صحيح أنها لا تؤثر كثيرا لكن لديها صوت عالي. أيرلندا نفس الشيء، سلوفينيا أيضا لديها حضور سياسي، صحيح أنها دولة صغيرة لكن على الأقل لديها صوت، وأيضا بلجيكا، وهناك أصوات معتدلة داخل الاتحاد الأوروبي. النقطة هنا، هل البرلمان وأعضاء البرلمان الأوروبي الذي دائما ما ينتقد أن هؤلاء أعضاء البرلمان لا يمثلون دولهم بشكل كبير، وأن البرلمان الأوروبي ليس له تأثير على السياسات الخارجية على لرؤساء الدول داخل الاتحاد الأوروبي أو للمجلس الأوروبي، ومن ثم ربما النقطة هنا ستختلف كثيرا في الآونة المقبلة. نحن نتحدث عن شهر سيكون هناك انتخابات لأعضاء البرلمان الأوروبي وأيضا للقيادات، وعلى رأسهم بالطبع منصب رئيس الاتحاد الأوروبي وكذلك شارل ميشيل، وهكذا. كل هذا يريد الجميع أن يبدون وأنه يحقق لأوروبا ما يمكن أن تحققه، ومن ثم يجب أن يكون هناك عدالة في التعامل مع الأمور. الوضع في الشرق الأوسط والوضع في غزة بشكل عام يؤثر هنا مباشرة، وخصوصا على هؤلاء الشباب ومستقبل هؤلاء الشباب. الوعي الذي حدث في هذا وتأثير المهاجرين الذين يأتوا إلى هذه الدول خلق نوع من الوعي المختلف الذي بالتأكيد سيؤثر على البرلمانات المختلفة وعلى القرار السياسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي. صحيح أنه
لا نتوقع الكثير، لكن على الأقل تغيرت المسألة بشكل شبه نسبي، بشكل بنحو 20-30%. نستطيع أن نقول أن وجهة النظر اختلفت تماما في الشارع الأوروبي بشكل عام على ما يحدث في فلسطين. نسبة جيدة قياسا بما كان قبل عدة أشهر. وأشكرك جزيل الشكر مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل الزميل عمرو المنيري، شكرا جزيلا على وجودك معنا.